أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأفاضل، وأهلا بكم ضمن النشرة الاقتصادية. أطلقت مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية نهاية الأسبوع عملية توظيف مالي لفائض الخزينة همت مبلغا بقيمة 3.4 مليار درهم. وأوضحت المديرية في بلاغ نشرته على موقعها الإلكتروني أن هذه العملية همت توظيفا مع إعادة الشراء لمدة 4 أيام بمتوسط سعر فائدة نسبته 2.38%. ننتقل إلى موضوع آخر، وفي أخبار الشركات أطلقت المجموعة الفرنسية أو أعلنت في مجال المجموعة الفرنسية في مجال صناعة الطيران ظهر اليوم عزمها إنشاء ثالث مصنع لها بالمغرب باستثمار قيمته 15 مليون يورو. وذكر الموقع الإخباري الفرنسي المتخصص في الصناعة أنه بعد وحدتين أوليتين بكل من طنجة والدار البيضاء وقع اختيار المجموعة الفرنسية مرة أخرى على مدينة طنجة لإقامة مصنعها الجديد المخصص لصناعة مكونات الطائرات بالقرب من مطار هذه المدينة، مشيرا إلى أن هذه الوحدة التي ستكون جاهزة في الفصل الأول من سنة 2017 ستمكن من خلق 250 ألف منصب شغل. من المنتظر أن تطلق شركة نقل البحر FRS خلال شهر يناير الجاري خطا بحريا جديدا بين ميناء موتيغيل بغرناطة جنوبي إسبانيا وميناء طنجة بحسب ما علم لدى هذه الشركة الألمانية. وأوضح المصدر أن هذا الخط الجديد الذي سيهم بشكل خاص نقل البضائع سيبدأ العمل به خلال النصف الثاني من شهر يناير الجاري بمعدل 7 رحلات أسبوعيا. اللحظة ننتقل إلى مستجدات بورصة الدار البيضاء التي أغلقت جلسة على إيقاع الانخفاض بالنسبة للمؤشرين الرئيسيين مازي وماديكس، واللذان سجل على التوالي من قيمتهما ناقص 0.12% وناقص 0.9%. وبلغ مؤشر مازي وهو مؤشر شامل يضم كافة القيم من نوع الأسهم 8828.91 نقطة، في حين بلغ الماديكس وهو مؤشر يتألف من القيم المدرجة باستمرار في البورصة 7183.62 نقطة. بهذا نكون وصلنا وإياكم لختام موعدنا الاقتصادي، نشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.